بنعلن عن 4 مناطق فيهم زيادة، هي سويسرا، ألمانيا، فرنسا، والأول مرة في منطقة الشرق الأوسط مركزين للبيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة، واحد في أبوظبي وواحد في دبي. وإحنا بنتشجع لما نشوف دور زي الدور اللي بتلعبه الإمارات في تحفيز الشركات والأفراد على التحول الرقمي. بنشوف إزاي النهاردة هما بيشوفوا إن استخدام تكنولوجيا المعلومات لمستقبل أفضل، إزاي إن هما بيتبعوا التكنولوجيا الجديدة، حاجات زي الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، البلوك تشين، كل دي عوامل بتشجعنا. لسه قطاعات كتيرة بتتطلب ان تخزين البيانات يكون موجود محليا او اقليميا، فبالاعلان الجديد عن مراكز البيانات في الامارات ده هيتيح لقطاعات زي قطاعات الصحة، زي الحكومة، زي القطاع المالي ان هم يقدروا يبقى عندهم البيانات مخزنة في داخل الدولة.